اتفضل يا فندم. قبل اي حاجه انت استاذ. لا اتفضل معانا. اخوانا لو محتاجين اي حاجه خلاص بقى مش هسال. لا ده ما فيهوش صداع. ده سيادتك الملعب هيبقى هاري ولكن هو ده الملعب. هو عشان لو بس انت بتتكلم في الزمن يعني اي حاجه حلوه كده مش عارف مش عارف بس ليه كده زي مش عارف. انا هكلمك هنا كمواطن. انا من سكان اصلا هنا من شارع جامعة الدول العربية. فكنت باجي هنا زمان اتفرج على الطيارات. هي طايره كده كانت زمان في طياره مش صراعي الكلام ده من 30 40 سنه. كنا بنيجي هنا وكانت المنطقه دي غريبه جدا. لكن انا شايف دلوقتي في مباني بشكل جميل جدا موجوده حوالين الجيزه. شفت حديقه الجيزه انتهت تقريبا على الابتداء. هنا منتدى الشباب. انا شايف ان في خطه يعني مكان مدار بابا. انا شايف ان شاء الله لما يستكمل كل الخطه في خطه للحكومه طبعا السيد حافظ الشيخ يعني اخطر من ان هو يتكلم عنها. لكن انا شايف ان كل حاجه بتخلص فان شاء الله المنطقه دي لما وانا شايف يعني العمل جاري بهمه يعني في الاماكن القريبه من هنا. كنت بتكلم مع السيد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان احنا خلال ايام ان شاء الله هنفتتح الحديقه دي علشان تبقى من بدايه يعني اجازات الشباب والطلبه والتلاميذ جاهزه لاستقبالها وشهر رمضان لانها لا تقل عن حديقه الازهر. يعني حديقه مهمه جدا في اضافه كبيره وخصوصا ان ارض مطار امبابه بينظر اليها منطقه شمال الجيزه على انها منطقه تقديم خدمات. بالاضافه الى خدمات في صوره مسطحات خضراء او خدمات رياضيه وشبابيه واجتماعيه. ايضا في خدمات تعليميه وصحيه. ففي على ارض مطار امبابه في مدرستين. مدرسه بدات بالفعل وفي مدرسه حاليا تحت الانشاء تكون بانشاء الهيئه الهندسيه القوات المسلحه. ودي ايضا مدرسه تعليم اساسي. في ايضا مركز شرطه بيعد عشان يخدم المنطقه ديت محتاجه الى وجود مركز شرطه والسجن المدني. في مركز القلب خصص له ملايين عشان يقدم خدمه صحيه في منطقه امبابه. بالاضافه الى معهد القلب الحالي اللي موجود عندنا ايضا على ارض ده كله موجود في منطقه المطار. وده كله بقى بيضاف اليه ان في 70 فدان بيقسمهم محور احمد عرابي الى جزئين متساويين في المساحه. فالمساحه دي هتطرح للاستثمار ودي هتعود على خدمات اضافيه وتمويل اضافي وتمويل لمشروعات من عناصر الخدمه هو افتتاح وتشغيل محور احمد عرابي اللي بيربط قلب المهندسين وارض ومطار امبابه وعزبه المطار والبراجيل بالطريق الدائري. اخيرا هنا هيبقى في مواطن سكنيه هنا في 3000 وحده سكنيه تم انشائهم. بيجري حاليا تزويدهم بالمرافق. ما زالت هذه العمارات بتقوم وزاره الاسكان على اتمامها. بعد اتمامها هتسلمها للمحافظه عشان تكمل ما